ايه ده؟ ترابيزه ترابيزه هظبطها لك انا هظبطها لك تجي بس عشان هي محتاجه هي خلاص يا جماعه خلاص جماعه انا ظبطتها بقت ثابته. ايه ده الله يا فرح عندهم جبنه سايحه اللي انت بتحبيها. الجبنه ممنوعه على فكره دكتور قايل ما ينفعش. ما ينفعش ليه دي جبنه نباتي عادي يعني. جبنه ونبات ما ينفعش بيجيب غازات لفريد. وهي تجيب غازات لفريد ليه هو فريد ماله؟ هي المفروض لو هتجيب غازات تجيب غازات. انا هاخد برجر. انا بقالي كتير ما طلبتوش. ايه يا فريد؟ مالك يا حبيبي؟ لا انا هشيله انا هشيله. ما تحب تشيله؟ تعالى يا حبيبي. هو تقريبا عايز يغير. عن اذنك. عادي معاكي؟ لا لا شكرا. يعني أب وأم وابنهم، أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ أنت هنا عشان ابنك وأنا هنا عشان فرح. أوبا يا طارق يا حراق. قهوة لو سمحت. إيه ده؟ دي مريم؟ لا الحمد لله مش هي. مالك يا فرح وشك اصفر كده ليه؟ كويسه يا فرح؟ بس لسه شايفه حالا واحده شبه مريم بالظبط. كان هيغمى عليا. ما تقلقيش يا فرح. مريم خلاص اختفت. هي خدت اللي هي عايزاه. بص يا فرح هي فكره انها شبهها هيبقى اكيد مش هي. مش فاهمه حاجه يا طارق. هقول لك. مريم اكيد غيرت شكلها زي ما اتغير شكل المجرمين اللي كانوا بيشتغلوا معاها. هي حتى لو قاعده حوالينا هنا احنا مش هنعرفها. فهمتي؟ مساء الخير. مساء النور. اللي رجعك بدري؟ فريد عكنن عليكي؟ لا شادي وطارق. والماتش ده ان شاء الله يفضل شغال كتير؟ وانتي مع مين فيه؟ بتشجعي انهي فريق؟ انا شخصيا في فريق طارق. وانتي بقى في فريق مين؟ انا مش في فريق حد يا جماعه. برافو عليكي. عائلتك اولا وبعدين ابو ابنك. بس عشان ابو ابني؟ ايوه بقى يا جوجو قولي لها ان شادي موز. انا صحيح ست عجوزه بس مش عاميه. طارق يعز عليا بس شادي ابو الولد والاصول اصول. اي قديم يا خبره انت. اتناشر مليون جنيه؟ احنا لو ما اشتريناش الارض دي هنخسر اكتر من الاتناشر مليون. طب مش نشوف هيعرضوها بكام الاول؟ ده مزاد ايه بس؟ مزاد خيري يعني؟ هنتبرع بايه؟ ده مزاد عشان نشتري حته الارض اللي جنب الاوتيل. انا برضه قلت مين هيدفع المبلغ ده كله في مزاد خير. طب احنا ليه بقى لازم نشتريها؟ ده عليا قررت تركز في بيزنس عيلتها وترجع حياتها زي الاول. احنا لازم نشتريها عشان لو حد غيرنا اشتراها ممكن جدا يسد الفيو بتاع البحر قدام الاوتيل وساعتها عدد كبير من السويتس بتاعتنا مش هتشوف البحر. ماشي مش مشكله ممكن ساعتها نقول ان السويتس دي بول فيو عادي. ده عليا شكلها مركزه بزياده. الصبر يا رب. شادي كنت عايزة رأي سمير يعني نخليه مدير اللوبي أو البول إيريا. ده مش عالية بس اللي مركزة لوحدها. ربنا يعينك يا شادي. سمير مين؟ سمير المساعد بتاعي؟ لا بس أنت عارف إن هو مش مجرد مساعد هو أهم من كده بكتير. أيوه بس اشمعنى دلوقتي يعني مش فاهم. يعني الفترة اللي فاتت دي جاله أوفرز كتيرة وأنت عارف يعني هو يعرف كتير قوي عن الأوتيل. بس طب والعينة؟ طيب أوكي خلينا نشوف. مين ده؟ الوش ده شفناه فين قبل كده؟ ايه التأخير ده كله؟ كل ده؟ بنعتذر عن التأخير. ولا يهمك، متشكر. حسابك كام؟ 300 جنيه. وفوقا فريد. صباح الخير. صباح النور.
معلش انا اسف صحيتك. لا عادي مفيش حاجه. طيب انا جبت لك سكيورتي سيستم كامل بكاميرات وبقى باسورداته وبكل حاجه، مش عايز اشوفك قلقانه تاني. طارق انا مش عارفه اقول لك ايه، متشكره قوي. انا ممكن ادخل اظبطه دلوقتي لو حابه. اه ممكن تدخل جوجو هنا عامه. بجد؟ اه. طب تعالي بصي، هو ده السكيورتي سيستم؟ يعني مش بالظبط، في جوه اسلاك بقى وكاميرات كتير وحاجات. وده ده بتاع الباسورد، ده مهم قوي. ده هتعملي باسورد ايه؟ مش عارفه، انا ما عملتوش قبل كده. ما اكيد ما عملتوش قبل كده، فرح لسه اول مره نجيبه، لازم تبقى اول مره. طيب خلاص يا طارق، خليه مثلا فريد، خليه ديدا او زرافه. طارق ايه؟ في حاجه بتمشي حوالين الخيمه. حاجه ايه؟ حيوان معين، انا مش عارفه هو ايه، بس انا سمعت صوته وشفتهوش كده. طارق اهو بص يعني منوره في الضلمه ازاي. اهو ايه يا فرح، دي عربيه يا حبيبتي ابراهيم لسه ماشي، ودي عربيته وكشافات عربيته عادي يعني. بس روحي نامي روحي نامي. لا ما انا كده كده مش عارفه انام، عشان انا كنت بفكر في حاجه وكنت عايزه اقولها لك. ماجدة زمان سابت القاهرة وجت على هنا عشان تحميني أنا ودليل، لأن هي عندها مشاكل متلتلة مع البنوك ومرفوع عليها قضايا كتير. بس عامل إيه طارق؟ ببلغ عنها. أنت هبلة يا بنت، أكيد عارف طبعا. دليل قالت لك صح؟ ولو ما كانتش قالت لي، أنا مش حاجة في الدنيا ممكن تخليني أسيبك. فرح. ايوه نسميها زرافه. نسمي مين؟ الباسورد نخليه زرافه قصدي. ماشي اوكي. هاتي. صباح الخير. ايوه انا عارفاك، استاذ اسماعيل صح؟ رامز حضرتك، وتقابلنا قبل كده كتير على فكره. أنا أسفة جدا، معلش يمكن كنت شاربة أو حاجة، بس أنا النهاردة فايقة جدا وحفظتك خلاص. الأستاذ رامز. إيه يا رامز في حاجة؟ لحظة واحدة، عليا ممكن تكون نسيت رامز، بس أنتوا أكيد فاكرينه صح؟ أفكركم كده. في الأول شادي خطف نديم من رامز، وبعدين رامز حاول يغفل شادي، بس اللي حصل إن شادي ونديم هما اللي غفلوه، وبعدين رامز ونديم عكوا مع بعض، فرامز حاول يبتزها، وجي شادي ونديم تاني وغفلوه، وبكده أبقى فكرتكم بكل اللي حصل. الأرض اللي جنب الفندق، أنا أعرف حد يقدر يظبط لنا الورق بتاعها على إنها غير صالحة للبناء، وممكن يخلص لنا فيها كمان. والمفروض نثق فيك بقى مش كده؟ أنا مش مهتم خالص إنكوا تثقوا فيا، أنا عايز أفسخ عقدي معاكم. ومكافأة 500,000 جنيه. أنا موافق، بس خلص لنا الأرض الأول. هي كده اتثبتت. أوكي. طارق بتهيألي انت لازم تمشي دلوقتي. انا اسف فرح. بعد اذنك. اتفضل. طارق ازيك؟ ازيك يا رضوى؟ وانا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا خالص، طارق كان بيركب جهاز الانذار بس بنفسه. سلام، يعني كيوت ولذيذ وكمان بيجيد الاعمال المنزليه. لا 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 لا، انا شايفه كده ان انت ترجعي له، يعني انا خلاص رديت عنه يا فرح. لا يا رضوى مش هينفع. ليه؟ عشان انا كده هبقى بظلمه، لانه انا لسه حاسه بحاجه ناحيه شادي. نعم يا اختي؟ مش قد اللي انا حاسه ناحيه طارق، بس انا لو رجعت دلوقتي لطارق هبقى بظلم شادي، عشان انا ما اديتوش فرصه نبقى مع بعض من بعد ولاده فريد. فهماكي. فهماني صح يا رضوى مش كده؟ والله العظيم انا مش فاهم حاجه خالص. ومين سمعك؟ هو حد فاهم حاجه في المسلسل ده؟ لا 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 لا، مستحيل ماجد الالفي ينزل في اوضه زي دي. استنى بس يا ماجد، لما نعرف الاول هنغني فين. هو احنا حضرتك هنغني فين؟ بص بقى يا نجم، انت هتغني على خشبه في نص المطعم جنب الفرقه، مكان مميز جدا عندنا. بيست يعني. بس لازم الار دايركتور بتاعكم الاول يجي يشوفني يوري لي البلانز بتاعت البيست والمكان كله، اشوف اذا كانت تمشي على المصاري ولا لا. انا اسف بس احنا ما عندناش الكلام ده. نعم زي ما حضرتك سمعت. اهدى بس يا ماجد، ما تقوليليش اهدى يا دلال، ما تقوليليش اهدى، ما تخلاش